أكد سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينا وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ، أكد حرص مملكة البحرين الدائم بقيادة جلالة الملك المعظم وتوجيهات الحكومة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على توطيد الشراكة مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في مختلف مجالات الطاقة والبيئة والمناخ تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة. جاء ذلك خلال اجتماع سعادته مع معالي الدكتور صالح الخرابشة وزير الطاقة والثروة المعدنية بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، حيث أكد الوزير بن دينا حرص مملكة البحرين على المضي بالعلاقات الثنائية نحو المزيد من التقدم والازدهار، تجسيدا لرؤية القيادتين الرامية لتكريس التعاون البناء لما فيه الخير والنماء لمصلحة شعبي البلدين الشقيقين. كما استعرض الوزير بن دينا أهم المشاريع الحيوية التي نفذتها المملكة من أجل تطوير القطاع النفطي والنهوض بشركات الطاقة. وعلى الصعيد البيئي ناقش الجانبان عددا من المشاريع البيئية والمناخية وسبل تعزيز التعاون بينهما في مختلف المجالات. من جانبه أشاد الوزير الأردني بعمق العلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط البحرين والأردن وما تتمتع به هذه العلاقات من نمو مضطرد بفضل قيادتي البلدين الحكيمتين، مؤكدا على أهمية تعزيز التعاون الثنائي القائم بين البلدين الشقيقين.